اليوم الدافع اللي يخليني اليوم اطلع هو وطني وشعبي، لان انا اشوف الاوضاع جاي تستاء شويه شويه. لا بد ان، يعني احنا اليوم شباب، احنا اليوم طبقه يعني تقريبا مثل ما نقول 60% من المجتمع. لازم احنا تصير لنا كلمه ووقفه. احنا اليوم نقف بجانب وطننا، بجانب شعبنا. لابد يعني ان نوقف هاي الوقفه، لان محاسبين قدام رب العالمين همين يسالونك، يقولون لك يا تعال ما وقفت ما ظهرت. لا الحمد لله طلعنا وظهرنا بتشرين وبهاي المظاهرات. هاي المظاهرات عفويه ان شاء الله. احنا اكو مطلب وهو حل البرلمان، يعني هذا يعني اليوم توحد المطلب مو بس للتيار الصدري. طيب إذن رسول الدلفي الملقب بالنائب رسول أبو القوزي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.